لا تزال أسعار السمك والسردين في ارتفاع متزايد، حيث أصبح سعره يتجاوز 800 دينار جزائري بعدما كان من أرخص أنواع السمك وفي متناول المواطن البسيط. ويرجع هذا الارتفاع حسب رئيس النقابة الوطنية للصيادين بالعلي الأخضر إلى الاضطرابات الجوية التي شهدتها مدن شمال الوطن مع تلوث مياه البحر مؤخرا. Pour le poisson en derrière, les chèvres galées, à cause la plupart, c'est mauvais temps. Et il y a quelques bateaux, c'est pour ça. C'est comme on dit, le bateau, lui, quand il y a 200 caisses, ou il y a 10 caisses, à cause du mauvais temps, il trouve le bacré. Quand, comme on dit, dans le bouton, il y a le bateau. Il y a, comme on dit, il y a 12 heures. بصح في الموفيتون يضرب 4 سوايع 5 سوايع يعاود يدخل خاطش كوز على الموفيتون لي ان بو شير هذا السردين 70000 ولا بليبار لا بوليسيون مازال عندنا لا بوليسيون حنا ما نبقوش حنا ولاد زهير البحر حنا نعرفو نكسرو هذا واش نعرفو لو كان جينا نقو كاين الحوت كاين السردين كاين كما بكري كان السردين كان ب 5000 10000 ودوك ولا ب 70000 سي اكوز ولا بريبار دي باتو هنا ما كاينش دي باتو سوفيستيكي كيما تونس كيما المروك. المواطنون على بعد تضمنهم من هذه الارتفاعات المتفاوتة في أسعار المواد الاستهلاكية من بينها السردين، حيث أكدوا بأنهم لم يشتروه منذ أشهر عديدة بسبب ارتفاعه، رغم أن الجزائر بلد ساحلي بامتياز. أنا عن نفسي ما كليتش السردين اللي كتقول ليه صافي طروم ولا كاتمو ما كليتهاش. يا ودي ما تقديش حتى توشيه كاع توشيش نهائيا يا ودي غير تشميه برك هذا ما كان كاع السردين عندنا قولي واحد 5 سنين ولا 4 سنين ما كليناش 60000 الكيلو امبوسيبل قليل ياكلو دوك هذيك عم ياكلو غير اللي عنده سوارده رانا ولاد البحر حنا نسكنوا باينه مولا حمامات ولاد البحر حنايا ما قدرناش ناكلو غير انا صيدو غير هذاك البوري غير حاجه خفيفه لان ناكلو فيها. إذن الى متى ستبقى هذه الارتفاعات في اسعار المواد الاستهلاكيه في تزايد مستمر والمواطن يدفع ثمن هذا الغلاء؟